كل المنتجات دي ب 150 جنيه، بس اصلا في اكتر من دول بكتير جدا جدا، بس انا لو جبتهم لك بقى كلهم الفيديو هيبقى ساعتين ونص بقى. طيب تعال اقول لك اقوى عرض في التاريخ ايه للناس اللي بتتابع بس كريم عفت. بص يا زميل، اول حاجه الناس اللي بتحب السماعات ونفسها في سماعات جامده جدا جدا والكلام ده، دي سماعه سوني بسلك بتشتغل على اللابتوب، بتشتغل على اي تليفون في سلك او مخرج من السلك يعني. دي شكلها رايق جدا جدا. الناس الجمويه جبت لهم سماعه تو اللي بتتركب كيف الرقبه دي عشان الجيم والكلام ده، والبطاريه بتاعتها جامده جدا جدا ب 150 جنيه، والسماعه السوني ب 150 جنيه. الناس بقى اللي مش بتحب بقى السماعات الكبيره وبتحب بقى سماعه سلك كده بس تكون برده بلوتوث، دي برده موجوده، دي الاثنين منها ب 150 جنيه، الاثنين من السماعه دي ب 150 جنيه. مش حابب بقى كل ده وحابب بقى سماعه تتلبس فوق الراس كده يا باشا وانت بتجري والكلام ده، ده شكلها فيها كارت ميموري وحاجات كتيره جدا جدا يعني ب 150 جنيه. مش حابب كل ده بقى وحابب سماعه اصلا تكون صغيره في الايد، صوتها عالي جدا جدا، تعالوا جاي نشغلها. صوتها جامد قوي قوي، وبص شكلها رايق جدا جدا وصغيره كده ب 150 جنيه. وفي سماعات اكتر من كده بكتير جدا جدا في البوست اللي هسيبه لك تحت في الديسكربشن. طيب خلصنا السماعات، ندخل على الساعات. الساعه الشاومي ب 150 جنيه، باند 4 باند ام 4 ب 150 جنيه، بتسلك بقى نبضات قلبك بقى وجريت قد ايه وعندك كام كالوريز والكلام ده، بصوا جامده جدا جدا وب 150 جنيه. في منها ساعه مربعه لو انت ما بتحبش الطويله وكده يعني ب 150 جنيه، برده بتسلك برده كل الحاجات اللي بتقيسها لك الثانيه وبتتوصل بالتليفون برضو ب 150 جنيه. في منها بقى المدوره بقى يا زميلي برضو نفس الحوار برضو بس اشكال مختلفه. طيب مش عايز اصلا ساعات سمارت خالص وعايز ساعه بقى تكون جامده تاتش تجيب لك الوقت، جامده جدا جدا ورايقه جدا جدا وليها الوان كتيره جدا جدا ب 150 جنيه. في منها المدوره برضو نفس الكلام تاتش اهي واستك، البسها برضو ب 150 جنيه. طيب نيجي بقى لعشاق بابجي، الدراع بتاع بابجي في منه بمروحه وفي منه كمان اللي هو كمان بتوصله بلوتوث والكلام ده برضو ب 150 جنيه، وفي اشكال كتيره جدا جدا منه. الناس بقى اللي بتحب بقى التصوير، دي العدسه تعمل وايد انجل وكده يعني، 3 منها ب 150 جنيه، 3 ب 150 جنيه. رينج، الرنجات بقى الناس بقى اللي عايزه تبدا بقى على اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده، رينج 27 بوصه اللي انا اصلا بصور بيه رينج، بص شكله عامل ازاي. رنجات بقى يا جدعان، اي رينج ب 150 جنيه، وكمان الحامل بتاع الرينج ب 150 جنيه. ندخل بقى على الباور بانكات، باور بانك 5000 ملي امبير الاثنين منه ب 150، وباور بانك 2600 ملي امبير الثلاثه منه ب 150، 3 من ده ب 150 و 2 من ده ب 150. في بقى حاجات كتيره جدا جدا بقى زي مكبرات شاشه بقى واللي هو ده يعني انت بتحط بقى التليفون ورا ويكبر لك الشاشه وكده يعني، بصوا في حاجات كتيره جدا جدا. انا عشان ما اطولش عليك وعشان ما اجيبلكش المنتجات دي كلها، انا هسيب لك اللينك بتاع المنتجات دي كلها بالحاجات التانيه كلها ب 150 جنيه تحت في الديسكربشن. في بقى شنط ومحافظ وتيشيرتات وكل اللي موجود في البوست ده ب 150 جنيه. مش بس كده، لو رحت قلت لهم ان انا تبع كريم عفت هيدوك المنتج ده ب 150 جنيه، وهيدوك كمان معاه منتج هديه، يعني انت هتكون خدت المنتج اللي ب 150 وخدت كمان هديه كمان معاه، والهديه دي من اختيارك انت، بس لو انت قلت لهم ان انت تبع كريم عفت. هسيب لك اللينك بتاع البوست اللي هو كل حاجه ب 150 جنيه ده تحت في الديسكربشن، روح قول لهم انت عايز ايه وبيوصله مصر كلها، وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت، والانستجرام بتاعي هنا اهو، روح تابعه عشان هناك بنقدم محتوى جامد جدا جدا، وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.